النشرة الرئيسية من الفضائيات التربوية، مساء الخير. البداية بالعناوين. أكثر من 241 ألف طالب نجحوا في شهادة التعليم الأساسي، ووزير التربية تميزت هذه الدورة بحصول طلاب مدارس المتفوقين على نتائج عالية. مديرية الإشراف تقدم خطة عمل مشروع بناء مستودع رقمي مؤسسات مفتوح المصدر لإدارة المحتوى التعليمي الرقمي. مديريات التربية في المحافظات تستمر بتنفيذ دورات تدريبية حول استخدام الوسائل التعليمية. تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أصدرت أمس وزارة التربية نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2021-2022، حيث بلغ عدد التلاميذ الذين حصلوا على العلامة التامة في شهادة التعليم الأساسي 97 تلميذا وتلميذة. وزير التربية الدكتور دار مطبع بين خلال مؤتمر صحفي أن عدد الناجحين في شهادة التعليم الأساسي بلغ 241,189 تلميذا وتلميذة، وفي الإعدادية الشرعية بلغ 6,181 تلميذا. كما بلغ عدد الناجحين من الجرحى 102، واصفا هذه الدورة بأنها تميزت بتحقيق النتائج العالية لطلاب مدارس المتفوقين، مشيرا إلى أن هذه النتائج دليل على أن العملية التربوية في البلاد حققت الغاية المخططة لها. نتائج التعليم الأساسي على النحو التالي: بلغ عدد المتقدمين 306,796 طالبا تلميذا وتلميذة، نجح منهم 241,189، وبذا تكون نسبة النجاح 78.62%، كانت في العام الماضي في الدورة الماضية 76.24%. الإعدادية الشرعية بلغ عدد المتقدمين 6,817 تلميذا وتلميذة، نجح منهم 6,181 بنسبة نجاح 90.67%، كانت العام الماضي 91.82%. بعض المؤشرات الكمية والنوعية على نتائج هذا العام: المتفوقون في الشهادتين بشهادة التعليم الأساسي بلغ عدد التلاميذ الذين حصلوا على الدرجة التامة وهي 3100 درجة 97 تلميذا وتلميذة موزعين على المحافظات حسب الجدول التالي: دمشق 25، ريف دمشق 9، القنيطرة 2، درعا 1، السويداء 5، حمص 3، حماة 2، حلب 5، اللاذقية 7، وحققت طرطوس الرقم الأكبر وهو 31 متفوقا ومتفوقة. فهنيئا لطرطوس وهنيئا لمدارس المتفوقين الذين خرج منهم أكثر هؤلاء الذين حققوا العلامة التامة. في دير الزور 2 وفي الحسكة 5، أيضا نهنئ الحسكة لأن جميع المتقدمين الذين أحرزوا العلامة التامة هم من مدارس المتفوقين في القامشلي والحسكة. تقدم إلى الامتحان 109 جرحى حرب ونجح منهم 102. نبارك لجميع من نجح من جرحى الحرب ونتمنى أن نراهم في الأعوام القادمة في الشهادة الثانوية. وفيما يلي مشاهدينا، تتابعون أسماء الطلاب الأوائل على مستوى سوريا في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2022.
وفي سياق آخر، تواصل وزارة التربية العمل على تطوير التعليم وبهدف إتاحة المحتوى التعليمي الرقمي وتقديمه بشكل يتناسب مع العمليات التعليمية. قدمت مديرية الإشراف خطة عمل مشروع بناء مستودع رقمي مؤسسات مفتوح، ويهدف المشروع لإدارة المحتوى التعليمي الرقمي وبناء المستودع التربوي الرقمي لمديرية الإشراف التربوي في وزارة التربية باستخدام نظام دي سبيس لإدارة المحتوى التعليمي الرقمي كخطوة متقدمة لدعم العملية التعليمية وضرورة من ضرورات تحويل التعليم. في حماة، بدأت مديرية التربية بتنفيذ الدورات التدريبية حول استخدام الوسائل التعليمية بمشاركة أمناء المخابر والمكتبات. تفاصيل أكثر في التقرير الآتي. بدأت مديرية التربية في حماة بتنفيذ الدورات التدريبية حول استخدام الوسائل التعليمية بمشاركة أمناء المخابر والمكتبات. كل دورة تشمل 24 متدرب، تشرف على هذه الدورات دائرة تقنيات التعليم، لها منهاج مواضيع ومواضيع منظمة، تعطى لأمناء المخابر وأمناء المكتبات من أجل استثمار الوسائل التعليمية بالشكل الأمثل. دورة حاليا تقوم على تأهيل أمناء المخابر وأمناء المكتبات حول دورهم في استثمار وتوظيف الوسيلة التعليمية في العملية التدريسية بشكل أمثل. كما يتعرف المشاركون على مهام أمين المخبر وأمين المكتبة تجاه الوسائل التعليمية، إضافة إلى التعريف بالأجهزة السمعية والبصرية وأهميتها في العملية التعليمية. تعرفنا على الأجهزة، تشغيلها مشان نفعل دورة في المكتبة. حلقة أولى تعرفنا على أقسام الحقيبة، اليوم أخذناها أقسام الحقيبة، على جهاز الإسقاط، على جهاز كيف عملية استخدامه. بالنسبة للمكتبة لها دور مهم حقيقة. الطالب أو التلميذ يعني لديه رغبة جدا باستخدام القصة أو الكتاب اللي يستعيره من المكتبة، فلذلك يجب أن يكون يعني دائما الكتاب متوفر حتى يساعد العملية التربوية. كثير استفدنا من المعلومات، وخاصة الأستاذ محمد مشكور على جهوده، تعرفنا كثير على الوسائل وطريقة استخدامها. تستمر الدورة لمدة 5 أيام، والتي يتعرف المشاركون فيها على أهمية الوسائل التعليمية وكيفية تصنيفها وحفظها. كان اليوم تدريب المتعلم أمناء المكاتب والمخابر على توظيف الوسيلة التعليمية بالعملية التعليمية، وأغلبيتها كمان مو بس فيزياء وكيمياء وعلوم، هي كمان أجهزة إلكترونية. دورة عم تقدم لنا معلومات بالوسائل التربوية اللي نحن عنا هي بالمدرسة، نقدمها للطلاب، نشرح للطالب طريقة التعامل مع الوسيلة وطريقة شرح المادة العلمية اللي كانت بين إيديات. يشارك في كل دورة تدريبية 24 متدربا، ومدة الدورة 5 أيام. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حماة. نبقى في حماة لكن ضمن الأجواء الامتحانية الجامعية، حيث يتقدم الطلاب لامتحان الفصل الثاني من العام 2022. وليد سلطان والتفاصيل. يتقدم طلاب جامعة حماة لامتحان الفصل الثاني من العام 2022 ضمن أجواء هادئة. الامتحان بدأ الساعة 9، طبعا وسائل القاعات كانوا موجودين، والأمناء وأمين القاعة بالإضافة للمراقبين. الطلاب عادة بيدخلوا، نحن بنستلم منهم، في عندنا غرفة أمانات تحت، بنستلم منهم الموبايلات، إذا في عندهم أشياء بتخص المقرر بخلوها برات القاعة وبيدخلوا. طبعا على الساعة 9 تماما توزعت الأسئلة بجو امتحان يعني هادئ، والطالب بحيث انه يكون مرتاح، والحمد لله في الكهرباء، حتى الكهرباء موجودة كانت بهالتوقيتها، والمراوح شغالة، بتعرفوا انتوا الجو جو صيف، لكن الأمور منيحة الحمد لله بشكل عام. الطلاب أبدوا ارتياحهم لطبيعة الأسئلة وملائمتها لمختلف المستويات وشموليتها من المنهاج المقرر. عم نقدم مادة كلية الاقتصاد، والأسئلة سهلة وواضحة، تمام. شاملة من المنهاج خلال العام الدراسي؟ شاملة، شاملة كل شيء، شامل، ما جاي شيء برا الامتحان. عم نقدم اليوم مادة إنجليزي، والأسئلة سهلة يعني، ما إنه الأمثلة نفس الكتاب وهيك. كويسة الأجواء، والأسئلة إنه ماشي الحال، إنه في بالكتاب الأسئلة بس شوي، في بالنص شوي أسئلة سهلة وبسيطة، وبدها إذا درستها بتعرف تحلها يعني، ما في شيء صعب.
هذا وبدأت الامتحانات في 16 من شهر حزيران وتستمر لغاية 4 من شهر آب المقبل، فيما بلغ عدد الطلاب 26,000 طالب وطالبة، وعدد الكليات 14 كلية وستة معاهد تقنية. وليد سلطان، الفضائية التربوية، حما. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها أيضا المركز الوطني للمتميزين بانتظار المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي. أهلا بكم من جديد. وفي سياق صدور النتائج، دعت إدارة الأولمبياد العلمي السوري المتفوقين من طلاب وطالبات شهادة التعليم الأساسي للتقدم إلى الهيئة بشرط تحقيق شروط القبول. وتتمثل الشروط بحصول الطالب على 2800 درجة فما فوق في شهادة التعليم الأساسي العام، وحصول الطالب على 2620 درجة في المواد الكونية فيما فوق في الإعدادية الشرعية. كما دعت الطلاب الحاصلين على 595 درجة فما فوق في مادة الرياضيات أو 395 درجة فما فوق في مادة العلوم العامة في امتحان شهادتي التعليم الأساسي والشرعي لإبراز تميزهم على مستوى سوريا والعالم في أحد الاختصاصات الآتية: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء والمعلوماتية. تفوقه على مقاعد الدراسة ينقله الطالب جعفر محمد خريج الثانوية الزراعية في اللاذقية عبر نجاح مشروعه في نباتات الزينة. تفاصيل أكثر في التقرير الآتي. التفوق على مقاعد الدراسة يفتح أبواب سوق العمل أمام الشاب جعفر محمد ابن 22 ربيعا من مدينة جبلة. نباتات زينة تنمو داخل مشروعه الصغير وتجد أسواقها للتصريف. اتجهت على اني انا بدي اسس شيء خاص فيني اللي هو هذا مشروع، فرغبت لموضوع نباتات الزينه. طبعا بدات معي الحكايه باني انا استهويت بعض الانواع. طبعا اول شيء كانوا نوعين كسرتهم، لقيت انه عندي هوايه، صار عندي شغف باني انا عندي رغبه لحتى اجمع هي الصباريات اللي بتضم الكثير من العائلات، الكثير من الانواع، بعض منها بنقيسه بالاحجام، البعض منها بالامتار، البعض منها بالسنتي بتقاس، هلا بتشوفوا انواع بالسنتي. صار عندي شغف باني انا بدي اجمع اكثر، فبلشت اجمع هي النباتات لحتى حاليا صار عندي 200 نوع من الصباريات والعصاريات. مشروع نجاح من ثمار التخرج من الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية في جبلة. خريج الثانوية الزراعية بيمتلك العديد من المواهب والعديد من الطاقات الكامنة اللي هو قادر يتوجه فيها لمشروع ريادي، وهيدا المشروع يكون فعال. بيوم من الأيام حيكبر هذا المشروع، حيكون عندي أحواض لإنتاج بذور هي النباتات اللي بذورها تعتبر نادرة وغالية الثمن وصعوبة استيرادها، فأنا حأمنها بالوقت الحالي ليكون عندنا اكتفاء ذاتي من بذور هي النباتات، ليكون عندي نباتات فعلا مناسبة. فدائما أنا بشوف إنه طموح موجود، فقط الشخص يمتلك الثقة بالنفس والإرادة لحتى يوصل لأهدافه. طموح جعفر يكبر مع الأيام، وحدوده الاستمرار والعطاء، وبخبرة الكبار يطور عمله ليكون أحد نماذج النجاح. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إليكم تذكير بالعناوين. أكثر من 241 ألف طالب نجحوا في شهادة التعليم الأساسي. ووزير التربية تميزت هذه الدورة بحصول طلاب مدارس المتفوقين على نتائج عالية. مديرية الإشراف تقدم خطة عمل مشروع بناء مستودع رقمي مؤسسات مفتوح المصدر لإدارة المحتوى التعليمي الرقمي. مديريات التربية في المحافظات تستمر بتنفيذ دورات تدريبية حول استخدام الوسائل التعليمية.
كان هذا كل ما لدينا. لمزيدا من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.